يعني بالتأكيد العراق حريص خلال الفترة الأخيرة على أن يكون له دور فاعل في كل الاجتماعات والقمم التي تعقد على المستوى العربي وفي المنطقة على وجه التحديد. كان له العديد من الخطوات السابقة من الاجتماعات التي عقدت بين كل من رؤساء العراق وكذلك مصر والأردن، والتي كانت على أكثر من جولة، وبالتالي يشترك العراق اليوم ويشارك في هذه القمة في مدينة العلمين في نفس الغرض. النقطة الأولى التي يسعى لها العراق هي توسيع التعاون مع الدول العربية في ملفات عديدة، منها ملف تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة على وجه الخصوص، وكذلك مسألة الأمن الغذائي وأيضا توفير الطاقة في المنطقة بالتحديد، باعتبار أن العراق لديه الكثير من الإمكانيات على مستوى الطاقة التي يستطيع أو تستطيع دول المنطقة وخصوصا الدول العربية الاستفادة منها بشكل كبير، وتكون المنفعة متبادلة بين العراق وبين تلك الدول. بالتأكيد وبحسب طبعا مصدر مطلع مقرب من رئيس الوزراء العراقي، ذكر بأن رئيس الوزراء سوف تكون له كلمة في هذه القمة. من المؤكد بأنه سوف يقوم بالتعريج على الملف الداخلي العراقي وكذلك الأزمة السياسية التي يشهدها العراق، وسيؤكد من خلال كلماته على ضرورة دعم الحوار بين مختلف القوى السياسية للخروج من الأزمة السياسية الراهنة والاجتياز هذه المرحلة التي توصف بأنها ربما الأصعب على المستوى العراقي، والاستفادة كذلك من هذه القمة وكذلك من الدعم العربي في دعم الاستقرار السياسي في العراق وكذلك الاستقرار الأمني من خلال العلاقات الإيجابية المتبادلة بين العراق وبين تلك الدول. وكذلك أيضا سيعرج رئيس الوزراء بحسب المصدر على القضية أو ما يحدث في سوريا وكذلك تغير ربما سياسات بعض الدول وخصوصا تركيا تجاه الملف السوري وكيفية دعم سوريا واستقرارها على المستقبل القريب، بالإضافة إلى ملفات أخرى.